السلام عليكم اصدقائي يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو بشكركم على تعليقاتكم الجميله، دايما بتكتبها لي ودايما واقفين في ظهري ودايما بتساندوني ودايما بتدعموا قناتي وبتخلوني عاجز عن الشكر، وانتم بجد اصحاب حق عليا عشان دايما بتكتبوا لي حاجات بتشجعني ان انا استمر واعمل فيديوهات. والحقيقه ان كل حاجه حلوه في الجزائر ما شاء الله، اللهم لا حسب، ربنا يزيد من فضل الجزائر ويزيد من جمال الجزائر ويزيد من روعه الجزائر. انا بجد ممتن وفخور ببلد عربيه زي بلد الجزائر دي بصراحه، ونشوف ازاي المحطات العالميه اتكلمت عنه وازاي تناولت الموضوع ده وازاي اشادت بجمال وروعه الجزائر. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. الدوله سافرتها بسالني سيف الحوسن مش اجمل دوله سافرت لها؟ يمكن تستغربون كعربية، راح تنصدمون. الجزائر أجمل دولة عربية زرتها. الجزائر فعلا جنة الله في أرضها، سويسرا العرب. يا الشريعة، جبال الشريعة، بوليدة، عندهم منطقة اسمها وهران، من أجمل ما رأت عيني جنة الله في أرضه. يا شيخ تصور نطلع منطقة في الجزائر جبال الشريعة 3 كيلو فوق، ثلوج موجود، ثلوج تنزل تحت تسبح من الحر. وهران ضباب، طبيعة خلابة جدا في الجزائر. الجزائر قارة من أجمل ما رأت عيني كبلد عربي، من أجمل ما رأت عيني. طبيعة أنهار، حدائق، صحراء، بحر، مدنها العتيقة، تمشي بالمدن العتيقة تستلذ، تأكل خبز الدار. في الجزائر عندهم شيء اسمه خبز الدار، من أجمل ما رأيت ومن أجمل ما ذقت. ناهيك عن ترحيب الجزائريين، يشعرون كأنك ملك. سبحان الله، الدولة دائما ترسم انطباعها الأول في ذهن الرجل الذي يزورها. يعني أنت لو لا قدر ذهبت ورأيت معاملة فظة من بعض الناس تكره الدولة، لكن لما تذهب تشعر يعاملونك كملك، تشعر أن هذه الدولة خلاص. فالجزائر أنا أرى أنها من أجمل البلدان العربية طبعا، وأنا أجزم أنه الأغلب ما ذهب للجزائر. أنا ما أسوي دعاية، ترى ما عندي مكتب سياحة، بس أنا أجزم أنه أكثر العرب ما ذهب للجزائر، ما ذهب إليها. الجزائر جنة الله في أرضه، سيروا جبال الشريعة، بوليدة. تصور يا سيف، الجزائر مثلا ذهبنا لمنطقة اسمها مدينة الورود البوليدة، تصور بين الطرق احنا نزرع نخل صح؟ هم يزرعون برتقال.
تقف يعني نقف على الطريق ونقطف برتقال عنده منطقة اسمها المطمورة. هذه بس تكفي أوروبا بس حمضيات، أوروبا كاملة تكتفي منها حمضيات. ناهيك عندهم غابة قديمة، تعرف أول فيلم طرزان مثل بالستينيات أتوقع والخمسينيات، عارف وين مثل أول فيلم طرزان؟ عارف وين؟ في الجزائر. أنا هذه معلومة كنت أعرفها. المهم جمالها، فهي أجمل دولة رأتها عيني في الدول العربية صراحة، من طبيعة جدا 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 خلابة، والأكل البحري وكذا والمعاملة طيبة، والحمد لله يعني تشعر أنك في وطنك. مليون ونصف مليون شهيد رأيتها بأم عيني، صدقا لا تحكم على وطن حتى تطأ قدماك تراب الوطن. صدقا لا أبالغ نقول إن قلت لكم جنة الله في أرضه، ولا أبالغ إن قلت لكم مليون نصف مليون شهيد قدموا لإرجاع سيادة الجزائر وهيبة الجزائر وهوية الجزائر. تصور معي، فرنسا احتلت الجزائر 132 سنة استهدفت الهوية والدين. تصور دخلت فرنسا كان عدد الجزائريين 10 مليون، بعد 132 سنة الأصل السكان يزيدوا، طلعت فرنسا بعد 132 سنة عدد السكان 9 مليون. شفت كثرة الذبح في يوم واحد، قتلوا 45 ألف في يوم واحد. الله عز وجل على قدر البلاء ينزل العافية، فوهبهم أن يبقوا أن يتحالفوا ويصبحوا يد واحدة حتى نالت الجزائر سيادتها ونالت الجزائر استقلالها. لهذا الشعب الجزائري ربما عنده، شوف واحد من الإخوان المسلمين كتب مقال، خلنا لازم نذكر الإخوان ما أقدر في حاجة، واحد من الإخوان المسلمين كتب الجزائريين عندهم عقدة الضيافة، إنه بس يأتي ضيف يكرمونا زيادة. لا، هذا طبع الجزائري، ما هي عقدة الضيافة، أنت عندك عقدة النقص، لأنك أنت لم تتربى تربية عربية أصيلة، لم تتربى على كرم العرب، لهذا أنت ترى إكرام الضيف عقدة. لكن أقول لك أن شعب الجزائر هكذا هم يرفعونك على كفوف الراحة. ومن أجمل ما ذقت ناهيك عن ترحيب الجزائريين، يشعرونك أنك ملك. سبحان الله، الدولة دائما ترسم انطباعها الأول في ذهن الرجل الذي يزورها. يعني أنت لو لا قدر ذهبت ورأيت معاملة فظة من بعض الناس تكره الدولة، لكن لما تذهب تشعر يعاملونك كملك، تشعر أن هذه الدولة خلاص. فالجزائر أنا أرى أنها من أجمل البلدان العربية طبعا، وأنا أجزم أنه الأغلب ما ذهب للجزائر. أنا ما أسوي دعاية، ما عندي مكتب سياحة. ربنا يحفظ الجزائر ويحفظ أهل الجزائر. أنا بتمنى في نهاية الفيديو أن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعنا. السلام عليكم.